شاهدنا معا فيلم سكاي نيوز عربية قطر الطريق إلى منهاتن حول علاقة أحد أبرز أفراد الأسرة الحاكمة القطرية مع المخطط والعقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 خالد شيخ محمد وعلاقته مع الشيخ عبد الله بن خالد الثاني اللي كان وزير للأوقاف في ذلك الوقت في قطر، ثم رقي بعد ذلك إلى وزارة الداخلية حتى العام 2013. اسمحوا لي أرحب من جديد بسعادة السفير محمد مرسي مساعد وزير الخارجية الأسبق وآخر سفير لنا في الدوحة. أهلا بحضرتك مرة أخرى سعادة السفير، انطباعك عن الفيلم؟ أهلا بك أولا ومشاهديك. طبعا الفيلم غاية في الأهمية توقيتا ومضمونا، التوقيت لأنه جاء في خضم تطورات الأزمة القطرية العربية وادعاء قطر أنها لا تدعم الإرهاب ولا صلة لها بالإرهاب ومحاولتها رد الهجوم على الدول العربية الأربع الداعمة للحرب على الإرهاب، وبالتالي فهذا التوقيت مهم جدا وأعتقد أنه توقيتا موفقا. من حيث المضمون أيضا غاية في الأهمية لأنه بيوضح آليات الدعم القطري للجماعات الإرهابية والمتطرفة، سواء من حيث جماعات خيرية قطرية بتعمل بحرية كاملة أو من حيث مسؤولين قطريين ينتمون ويدعمون هذه الجماعات ويسهلون عملها. وبالتالي الفيلم بيلقي الضوء على آلية هامة من آليات دعم الإرهاب. أيضا الفيلم بيلقي الضوء بشكل غير مباشر على حالة التزاوج ما بين أو التلاقي في الأهداف ما بين الجماعات المتطرفة وبين القيادات القطرية التي رأت في دعم الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية وسيلة أو رافد من روافد تعظيم الدور الإقليمي لقطر. وبالتالي من المهم جدا أن يتابع هذا الفيلم وغيره من الوثائقيات التي توضح دور قطر، وهذا مفيد جدا في الحملة العالمية ضد الإرهاب وضد فتح الدور القطري.